أنا linguist. وأنت linguist. وهي linguist. العيادهم كلهم linguist. linguist, 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 linguist. هتقول لي يعني إيه linguist؟ linguist يعني شخص بيتكلم أكتر من لغة. بيتكلم عربي وإنجليزي وسياحي وفندقي ومش عارف اسمه linguist. طيب في جملة I am a linguist person. يعني أنا شخص بتكلم أكثر من لغة. You are a linguist. يعني أنت تتكلم أكثر من لغة. She is a linguist. They are linguists. My teacher is linguist. My daughter is linguist. Linguist, 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 linguist. ويعتبر كده وصلنا لنهاية الحلقة. لما تمشي ادينا لايك وما تنساش تابعنا عشان نشوف الجديد, وبرضه زورنا على اليوتيوب عشان تشوف كل الفيديوهات الطويلة عشان تعلم أكتر. Thank you so much for watching. Enjoy the video and see you next time.